فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. إذن هذا يدخل في عمليات التجميل، تخصص لها عيادات وإعلانات. التجميل على نوعين، تجميل من باب العلاج، إزالة شين أو تشويه، هذا لا بأس به. أما الشيء المعتدل والشيء الذي ليس فيه عيب ثم يعبث به من باب يسمونه التجميل، فهذا في الحقيقة من تغيير خلق الله، وهو من التشويه وليس من التجميل. نعم، لكنه محرم. نعم، إذا كان ليس من باب العلاج فهو محرم، لأنه من تغيير خلق الله بغير مبرر شرعي.